فرصة, وهي فرصة, هي فرصة, والله فرصة, فرصة, والله فرصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. المشاهدون والمشاهدات الأكارم أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي هي فرصة. والفرصة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي فرصة استثمار أفضل الأذكار ومنه الاستغفار. تقول إحدى النساء مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمري وعندي خمس أطفال بنين وبنات قالت فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري وندبت حظي ويأست وطوقني الهم فكانت لدي أطفال صغار وليس لنا دخل يكفينا وكنت اصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا زوجي وبينما انا في غرفتي فتحت المذياع على اذاعه القران الكريم واذا بشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا قالت فاكثرت بعدها الاستغفار وامرت ابنائي بذلك وما مر بنا والله سته شهور حتى جاء تخطيط مشروع على املاك لنا قديمه فعوضت فيها بملايين مملينه وصار ابني الاول على طلاب المنطقه وحفظ القران كاملا وصار محل عنايه الناس ورعايتهم وامتلا بيتنا خيرا وصرنا في عيشه هنيئه واصلح الله لي كل ابنائي وبناتي وذهب عني الهم والحزن والغم وصرت اسعد امراه وصدق المولى اذ يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يقول أحد الأزواج كلما أغلطت أغلط علي زوجتي أو تشاجرت أنا وهي أو صار بيني وبينها أي مشكلة أهم بالخروج من البيت من شدة الغضب والله لا أفارق باب العمارة إلا وتجتاحني رغبة شديدة في الذهاب للاعتذار منها ومراضاتها أخبرتها بذلك فقالت لي: أتعرف لماذا؟ قلت لها ولماذا؟ قالت: بمجرد أن تخرج من الغرفة بعد شجارنا ألهج بالاستغفار ولا أزال أستغفر الله حتى تأتي وتراضيني. نعم إنه الاستغفار الذي قال عز وجل عنه: "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" يحكى ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذهب في سفر وكان يريد ان ابيت ليلته في المسجد ولكن حارس المسجد منعه لانه لا يعرفه حاول معه الامام احمد ولكن لا جدوى فقال له الامام احمد سانام موضع قدمي وبالفعل نام الامام احمد بن حنبل مكان موضع قدميه فقام حارس المسجد يجره لابعاده من مكان المسجد وكان الامام احمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر فلما رآه خباز يجر بهذه الهيئه عرض عليه المبيت في بيته وذهب الامام احمد بن حنبل مع الخباز فاكرمه واحسن اليه وذهب الخباز لتحضير عجينه فلما سمعه كان يسبح الله سبحانه وتعالى ويستغفر يستغفر الله سبحانه وتعالى مع كل خبزه يدخلها الى الفرن فعجب له فلما اصبح ساله الامام عن استغفاره في الليل فاجابه الخباز انه دائم الاستغفار فساله الامام احمد وهل وجدت للاستغفار ثمره؟ هل وجدت لاستغفارك ثمره؟ فقال الخباز: نعم والله ما دعوت الله دعوه الا اجيبت، الا دعوه واحده لم يستجيب الله حتى الان، فقال الامام احمد: وما هي؟ قال الخباز: دعوت الله الا اموت حتى ارى الامام احمد بن حنبل، فقال الامام احمد: أنا أمامك الآن والله إني قد جررت إليك جرا قد جررت إليك جرا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أمانان من عذاب الله رفع الأول بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الثاني وهو الاستغفار استغفر الله الحي القيوم ونتوب اليه اكثر من الاستغفار فكم من استغفار كان سببا في تحويل فشل الى نجاح وكم من استغفار كان سببا في ازاله الهم والغم والغم والحزن وكم من استغفار كان سببا في تحويل محنه الى منحه اكثر من الاستغفار فكم من استغفار كان سببا في تحويل مرض الى عافيه اكثر من الاستغفار فكم من استغفار كان سببا في تحويل ضيق الى سعه اكثر من الاستغفار فكم من استغفار كان سببا في شفاء معيون ومحسود ومسحور اكثر من الاستغفار فكم من فقير بالاستغفار كان ميسورا وذا صار ميسورا وذا مال، أكثر من الاستغفار فكم من مديون سدد الله عنه دينه وعافاه من غلبة الدين وقهر الرجال بسبب الاستغفار، أكثر من الاستغفار فكم من الشباب طال شوقه للزواج لضيق اليد ثم بالاستغفار تزوج وفرج الله عز وجل عنه أكثر من الاستغفار فكم من الفتيات طال انتظارهن للستر والعفاف ثم أكثرن من الاستغفار فتزوجنا وفرج الله عز وجل عليهن وهكذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكثر من الاستغفار دائما فكم من عقيم صار بالاستغفار رزقه الله البنين والبنات اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى الى هنا اترككم في رعايه الله على امل اللقاء بكم في حلقه جديده مع موضوع جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي فرصة هيا فاغنم قصها الرحمن فعلا من يفرط سوف يندم هي فرصة والله فرصة هي فرصة هي فرصة هي فرصة, هي فرصة, هي فرصة, هي فرصة والله فرصة فرصة والله فرصة